autre thème, c'est l'hydratation cutanée et la nutrition cutanée. Donc, dans cette formation, je chauffe aussi quoi? L'hydratation, c'est quoi? La nutrition. Je chauffe le type de peau, le farq mais bien les types de peau et les états de peau. Je chauffe l'état déshydraté ou je chauffe nos trois produits, nos fameux trois produits, l'huile d'argan, beurre royal et le baume à lèvres. Donc, on attend. Madame Asma a un problème de connexion Everly. Normalement, je t'abdahia, je t'adamia la première partie. Oui, Asma. Donc, je vais commencer la formation. Je partage avec vous mon écran. J'essaie de mettre le plein écran. Voilà. Donc, notre thème est intitulé hydratation et hydratation et nutrition cutanée. باش نشوفوا شنو الفرق ما بين ترطيب البشرة وتغذية البشرة. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est les états de peau. الفرق ما بين hydrater sa peau, c'est quoi? Nourrir sa peau, c'est quoi? Et on va faire un focus produit sur ces trois produits, l'huile d'argan, le beurre royal et le baume à lèvres. On va commencer par les états de peau. C'est quoi les états de peau? Le farq les types de peau. Donc, qui m'a a des types de peau, anwaa البشرة وعندنا حالات البشرة. أنواع البشرة هما أربعة شفناهم في الفورماسيون جينيريك اللي هما لو تيب نورمال اللي هي بشرة براتيكمون اون بو بيبي ما فيها حتى ديفو اللي هي تري رار موجودة كان شي لونفون لو بيبي اي لونفون. فما لو تيب اللي هي لا بو غراس المزيتة وفما لابو ميكست اللي هي اغلب يعني 70% من لي بو سون ميكست اللي عندها لا زون تي معناتها لي زون تي فيها مزيته. وعندنا لابو سيش اللي تلقاها نابسه زيت. هذوما لي تيب دو بو. لي تيب هذوما يتحدوا من المراهقه وبراتيكمون نواصلوا بيهم نعيشوا بيهم ونحاولوا في لي سوا نتاعنا اون ادابت لي سوا حسب التيب دو بو. لي زيتا دو بو حاجه اخرى هي حاله البشره. الحالات هذوما وقتيين ظرفيين ينجموا يجيونا في عمر معين في وقت معين دونك ماهمش هما التيب نتاعنا. وكل تيب كل تيب دو بو ينجم يكون عنده اربع حالات في نفس الوقت معاه.
كل شخص عنده ان سول تيب دو بو، كل شخص عنده نوع واحد نتاع جلده، لكن نجمو نلقاو عنده اربع حالات في نفس الوقت معاه، معاك النوع هذاك. باغ كونتخ النوع عندنا ان سول تيب، ما نجموش نكونوا في نفس الوقت بو غراس وميكست، امبوسيبل. ما نجموش نكونوا بو سيش اي غراس، يعني بشره جافه وفي نفس الوقت دهنيه، امبوسيبل. باغ كونتخ لي زيتا دو بو اللي هما حالات البشره نجمو نجمعوهم الكل في نفس الوقت. الحالات هما لا بو ديزيدراتي، البو اللي ناقصه رطوبه ناقصه ماء، نجم نكون عندي اون بو غراس مزيته اما ناقصه ماء. الحاله الثانيه لا بو امبيرفيكسيون، هي الجلده اللي بدا فيها حبوب والا فيها ديتاش، نجم تكون سيش وفيها ديتاش، دونك سي اون بو امبيرفيكسيون. الحاله الثالثه لا بو ماتور فيي، معناتها البشره اللي تبدا تظهر عليها علامات الشيخوخة، الحالة هذه نجمو نوخروها، سو ني با ان تيب دو بو، ماهوش نوع يتكون معانا من المراهقة، لا هي حالة نجمو افيك لي برودوي كي نتلهاو بالبو نتاعنا نوخروا الحالة هذه الاج متأخر. وفما حالة رابعة اللي هي لا بو سنسيبل، البشرة الحساسة، نجم بشرة تكون مش حساسة ان سيغتان مومون تولي بشرة حساسة. الحالات هذوما مانيش باش نشوفوهم اون ديتاي توا، على خاطر باش نعملوا عليهم اون فورماسيون خاصة بهم. المرة هذه باش نشوفوا كان الحالة اللي هي ليتا ديزيدراتي، هي اللي باش نحكيوا عليها، بويسكو لي برودوي نتاعنا والتيم نتاعنا سي ليدراتاسيون اي لا نوتريسيون كوتاني. دونك ليتا ديزيدراتي هي بشره ناقصه ماء، ال مونك دونك دو فوليوم. وي وي اسمع خلط عليكم خلوط خاطر مرحبا بكم، مرحبا بكم عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. جو سوي غافي دو فو رو رونكونتري دو نوفو بور ان دوزيام تيم. بديت هنا لا بروميير بارتي، سي تو فو كو جافونس ولا تكمل؟ وي وي كمل اسما، كمل فازي كمل. وي كمل انت اسما. بشرة في حالة ناقصة ماء، ناقصة رطوبة. دونك سي اون بو اللي ال مونك دو فوليوم، ما تلقاها خدودها ماهمش مليانين، ماهمش معبين، تحسها بو فارغة، لو ديرم نتاعها ناقص ماء. تنجم تكون غراس مزيتة وفي نفس الوقت ديزيدراتي، كيما تنجم تكون سيش وفي نفس الوقت ديزيدراتي، كيما تنجم تكون ميكس اي ديزيدراتي. دونك الحالة هذه براتيكمون موجودة بكثرة وموجودة عندنا الكل، خاطر الكلنا اونوبلي ديدغاتي نوتر بو اي اونوبلي بارفوا دو بواغ، زاد ما نشربوش الماء برشا وننسيو ليدغاتاسيون دو نوتر بو. لي كوز نتاع الحاله هذه مانيش تجي لا ديزيدراتاسيون، تنجم تكون من لي فاكتور انفيرونمونتو، العوامل الخارجيه كيما البرد كيما الريح كيما لي غيونمون يو في، خاصه اللي يقعد تحت الشمس من غير بروتيكسيون سولير، الشمس تبخر الماء الموجود في البشره نتاعنا. تنجم تكون من التلوث، تنجم تكون من لي فاكتور ايموسيونيل كيما ستريس كيما التعب، تنجم تكون من سيغتان برودوي كوزميتيك اللي يشيحوا ياسر البشره، خاطر البشره كي تفقد الزيت نتاعها بريسك لي اوتوماتيكمون ال دوفيان ديزيدراتي. اش معناتها؟ اون بو سيش ناقصه زيت بصفه عامه نلقاوها اوتوماتيكمون ناقصه ماء. علاش؟ خاطر البشره وقت اللي ينقص لها الزيت الهواء كيف يتعدى يبخر الماء الموجود في وسط البشره. دونك بصفه عامه كي نلقاو ان تيب دو بو سيش بصفه عامه ليتا نتاعو راهو اوتوماتيكمون ديزيدراتي، لكن نجمو نلقاو اون بو غراس
وفي نفس الوقت ديزيدغاتي، خاطر ما تشربش الماء بزيد، خاطر ما تستعملش دي برودوي ايدغاتون، والا تشرب الماء والماء ما يشدش باغ مونك دو موليكول اللي يشدوا الماء. من العوامل الاخرى اللي سببوا في ليتا ديزيدغاتي هو التباك، الكحول، وفما زاد بعض الادويه اللي يسببوا في ليتا ديزيدغاتي كيما لو تريتمون انتي اكنيك اي لو تريتمون انتي كوليسترول. اون فا باسي مينتونون للفرق ما بين ايدغاتي و نوغيغ. شنو هو الفرق ما بين اني باش نرطب البو واني باش نغذي البو؟ Hydrater sa peau, c'est un besoin que ressentent toutes les peaux, même les plus grasses. Donc, il y a des types de col. Donc, il y a un peu de l'hydratation, même si il y a un type de peau, il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. des corps gras مواد دهنيه اللي باش يعاونوها باش ما تفقدش الماء الموجود ديجا عندها، والا باش نعطيها ماء ودي موليكول اللي باش يشدوا الماء. دونك هذوما زوز طرق كومون اون هيدرات نوتر بو. الريزولتا باش نتحصلوا على بو بلو دوس بلو سوبل، عندها فوليو اي الي بلو جون اوسي. Nourrir sa peau, c'est quoi nourrir sa peau? C'est apporter du gras. مش نعطيوها حاجة دهنية. هذايا اش معناتها نغذيو البو نتاعنا. الاحتياج هذايا هو احتياج نتاع لي بول، لي تيب دو بول كل، لكن ا دي دوغري ديفيرون، مش كيما ليدغاتاسيون. ليدغاتاسيون هو احتياج بنفس الكمية مهما تكون التيب دو بو نتاعي باش يستحق ليدغاتاسيون بنفس الكمية. باغ كونتخ لا نوتريسيون هو سي ان بوزوان لكن حسب التيب دو بو. إذا كان البو نتاعي إلي ساش ناقصة زيت باش نحتاج ال معناتها باش تحتاج باش نغذيها اكثر من بو اخرى. اذا كان البو نتاعي ميكس فيها دي زون مزيته ودي زون شايحه، لي زون الشايحين هما اللي مش يستحقوا اكثر تغذيه. واذا كان البو نتاعي سي اون بو ماتور يعني اكثر من 35 سنه باش تستحق زاده نوتريسيون، بويسكو لا بو ماتور تولي ان بو سيش. الريزولتات نتاع اون بو نوري سي لو كونفور كوتاني. البو نتاعي ما عادش التيغاي، البو نتاعي الي بلو جون، الي بلو سوبل، اي الي بلو دوس. اون كونكلوزيون اي بو مهما يكون النوع نتاعها، مهما يكون التيب نتاعها، ومهما يكون زاده ليتا نتاعها، اي سورتو سي الي ديزيدغاتي، تستحق الزوز حاجات ليدغاتاسيون اي لا نوتريسيون باش تحافظ على الكلا الى جونيس نتاعها. On va passer maintenant au focus produit. Je trouve nos fameux trois produits qui sont très hydratants et très nourrissants. Donc, on va commencer par l'huile d'argan biologique. L'IRIA, c'est une huile vierge extraite par première pression à froid des amandes oléagineuses de l'arganon. يعني متحصل عليها بالعصر على الطريقة الباردة، العصرة الأولى لا بروميير بريسيون، خاطر فما دوزيام فما تخوازيام بريسيون. دونك نوتر ويل دارغون إلي دو بروميير كاليتي، لوريجين نتاعها من المغرب، إلي أوسي بيولوجيك. بيولوجيك على خاطر متحصلة على أون سيرتيفيكاسيون بيولوجيك بحكم صحيح الشجرة ما تستحقش مبيدات، لكن يلزمها تكون بعيدة مسافة معينة على أراضي يستعملوا فيها مبيدات الحشرات، على خاطر المبيدات يتعداو للشجرة حتى كان الشجرة ما تداويش، كي تبدأ قريبة من أراضي نستعملوا فيها مبيدات يتعداو لها. نوتر ويل إلي بيولوجيك، يعني مطابقة لكراس الشروط، مطابقة للشرط هذايا. Elle est très riche en vitamine E et en antioxydants. À la khatra, c'est une huile vierge, donc ce n'est pas une huile raffinée, mais hich mukarra. Mustakharja bi tariqa li tahafd al mukawinat ntaha le maximum, kima le vitamine E, kima les antioxydants. Mtkawna min 75% acide gras insaturé.
اللي هما الأوميغا 6 والأوميغا 9 تمشي بو شوفو اي أنجل. C'est une huile très nourrissante, مغذية ياسر, تغذي البشرة العادية خاصة والبشرة الجافة, parce qu'elle est très riche en oméga 9. Donc, c'est une huile grasse, اللي تمشي خاصة للبشرة الشيحة والعادية. Elle est aussi hydratante. كيفاش hydratante؟ رغم اللي ما تجيبش الماء, كما قلت لكم كيف باش نحطوا زيت على الوجه متاعنا, مش نحافظوا على الماء الموجود ديجا دون لو دير, يعني الماء اللي ديجا موجود في البوم تاعنا يولي ما يتبخرش, الزيت اللي باش نحطوه يحافظ لنا على الماء اللي عندنا. دونك وقتها الزيت يولي ايدغاتون, خاطر يحافظ لنا على كميه الماء الموجوده عندنا. عندها ان في اونتي اج, ضد علامات الشيخوخه, خاطر لي تري ريش اون فيتامين او اي اون انتي اوكسيدان. اي لوغمونت ليلاستيسيتي دو لا بو, تزيد من المرونه نتاع البشره. دونك نجمو نستعملوها كوم ان سوا انتي فيرجتور, ضد التفزير. نعملو دي مساج سيركولير, تشوفوهم بعد كيفاش نعملوهم لي مساج هذوما. عندها ميزه اخرى aussi, elle freine la chute des cheveux, تنقص نتيح نتاع الشعر. دونك نجمو نعملو دي مساج سور لو كوير شوفلو دو تيل فاسون ينقص نتيح نتاع الشعر وتقوي زاده الظوافر. لي كونساي اي لي استوس دابليكاسيون, نجمو نستعملوها ان مساج بور لو فيزا اون مساج بور لو فيزاج لا نوي في لي en évitant le contour des yeux. Donc, باش نبعدو شوية على contour des yeux, خاطر كيما تعرفوا le contour des yeux c'est une peau très fine اللي كي باش نقربو لها تولي تمتص ياسر الزيت وتنجم تتعببك الزيت هذاك. احنا كي باش نبعدو شوية على contour des yeux راهو الزيت باش يتعدى par phénomène de capillarité. Tellement la peau ici elle est très fine, مش يتعدى لها الزيت. Donc, ماذا بينا نقفو لهنا ونقربوش ياسر من contour des yeux. المساج يكون on commence par le centre, نبداو بالوسط, en allant vers l'extérieur. واحنا خارجين, دونك ما نعملوش العكس, نبداو من الوسط واحنا خارجين. المساج هذا في اللي surtout pour les peaux sèches. نجمو نستعملوها aussi un soin contre les vergetures, ضد التفزير. Que ce soit pour les ventres ou pour les cuisses. Donc, pour les ventres, باش نعملو de petits mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre, et ceci du bas du ventre vers le haut. Donc, باش نبداو من اللوطة وحنا طالعين, ديما هكاكا, ديما dans le sens du retour veineux, où les mouvements يكونوا circulaires, ou يكونوا dans le sens des aiguilles d'une montre, يعني في اتجاه عقارب الساعة. المساج يدوم من 3 إلى 4 دقائق. Pour une femme enceinte, mais bien à faire deux fois, massage le soir ou massage l'après-midi. بالنسبه لشخص اخر عادي, لكن يعرف اللي البوم تاعو المانك دي لاستيسيتي وعنده لي بروبليم دو فيرجوتور, ينجم يعمل ان سول مساج بار جور. Pour les cuisses, فما une petite différence, اللي احنا on doit poser la main, on appuie sur l'intérieur de la cuisse et avec l'autre main on fait de petits cercles كيما العادة, دو با فيغ لو هو, كيما بالنسبة للفونتر, دو با فيغ لو هو. إي أون فا ريبيتي سا دو 3 أ 4 مينوت. نجمو نستعملو الويل دارغون زادا كوم ماسك شوفو بور لي شوفو سيك إي أبيمي. بالطبيعة كي نقول ماسك يعني باش نبداو بالغسيل حتى يكش الشعر الكل حتى نوصلو للي بوان ونخليوه أون أور ومن بعد نغسلو. كيما نجمو نستعملو اون مساج بور لو كوير شوفلو. فما فرق ما بين الماسك والكوير شوفلو. الماسك جوست باش نحطو في الشعر. بور لو مساج دو كوير شوفلو باش نركزو على الكوير شوفلو, مانيش باش نركزو على لي بوانت, مانيش باش نركزو على التيج نتاع الشعر. بور لي مساج في اون كا دو شوت, اذا كان الشعر طايح وفي نفس الوقت شايح. اما اذا كان الشعر طايح وفي نفس الوقت غرا, وقتها باش نحطو جيل دالوي فيرا. لكن اذا كانوا طايح وشايح, وقتها باش نستعملوا ميل دارغون بار دي مساج سيركولير, حركات دائريه, ونخليوه ساعه ونغسلوه. نجمو نخليوه حتى اكثر من ساعه, اما على الاقل ساعه.
كيما نجمو نستعملو الويل دارغان سور دي شوفو اللي هما نظاف بروبر سور لي بوانت اذا كان لي بوانت سون ابيمي اذا كان الشعر عادي ماهوش تري سيك لكن لي بوانت هما الابيمي وقتها جوست باش نحطو في لي بوانت كيما نجمو نعملو ان مساج بور لي زانغل ناخذو مغرفه نتاع قهوه ويل دارغان ونزيدوها شويه قرص ونخلطوهم ونعملو ان مساج بور لي زانغل اون فوا بار سيمين يقوي الفر ويخليه بلو سوليد. نجمو زيدا نستعملو ويل دارغان en gommage doux pour les mains, نخلطوا الويل دارغون مع شويه سكر et on gomme doucement les mains par des mouvements circulaires حركات دائريه كيما نجمو نستعملوه نزيدوا للكميه نتاع الجيل دوش أغذية اللي ندوشوا بها كل كميه باش نحطوها نزيدوها دو 2 à 3 gouttes d'huile d'argan sur Surtout si on a une peau sèche ou qui m'a tarfou tawa fassif, ndawchou barcha, donc il peut me terna tchir, mais de bina nzidou nhotou, ramel li fih notre gel douche, fih l'huile d'argan, lekin najmou nzidou surtout pour les peaux sèches. Kima najmou nzidou le crème miracle اللي باش نعملوها بعد الدوش نزيدو quelques gouttes d'huile d'argan, les quantités اللي باش نحطوها ونعملو بها un massage pour tout le corps. Donc, l'huile d'argan. Je vais passer maintenant le beurre royal. C'est un cosmétique naturel, sans parfum, sans conservateur. Tmchi bébé, enfant et adulte. La composition, on a 70% zob de tchia brut, yani ma karnahesh, ma dakhanish aliha hatta produit chimique, ma ghayernalhesh rihha ntaha. Donc kima hiya, elle est brute, belli composé ntaha, zidna aliha zit qloub l'anab, zidna aliha le gel d'aloe vera, boulem sabar, zidna aliha zit l'argan biologique, zidna aliha chma' nhal, w zidna aliha un dérivé naturel de la vitamine E. هذوما المكونات الكل نتاع نوتر بور رويال. نوتر بور رويال تمشي للوجه للبدن للشعر الشيح وللظوافر اللي يخليها متميزة بارابور ان سامبل بور دو كاريتي بروت اللي هي التكستور نتاعها اللي انكور بلوز هيدراتونت مرطبة اكثر من بور دو كاريتي اللي موان غراس Donc, mais mzaïta barcha kima le beurre de karité brut, à la khatrha, elle est plus légère que le beurre de karité, elle est moins grasse, khatr fiha le gel d'aloe vera, elle est aussi plus facile à étaler que le beurre de karité, et elle est plus riche en vitamine E que le beurre de karité. Elle est apaisante pour les coups de soleil, donc najmou ki yibda fama coup de soleil tahaddi, le dharba nta chams, mughadhia, réparatrice تصلح pour les zones sèches اذا كان عندنا دي زون ساعات يبداو في لي كود لهنا دي زون سيش نحطوا البور رويال دونك اللي تري ريباراتريس والريباراسيون نتاعها براتيكمون ايميديات يعني ما تزيدش برشا وتحس لي زون ما عادش توجع وتحسنت البو اللي في الزون سيش تحسنت ال اتيمي اوسي لا كولور دي فيرجوتور بلانش اون لي روندون بريسك انفيزيبل تعرفوا الكام تاع لي فيرجوتور بلانش اللي ما يتنحاوش بسهوله البور رويال تنحي لي فيرجوتور البيض اللي يوليو ديجا بيض ال ابيز اوسي لي زيريتاسيون كوتاني اذا فما بلاصه تحك تهدي الحكاك elle calme l'eczéma elle calme aussi le feu du rasoir نجمو نستعملوها ماسك pour les cheveux secs et abîmés qu'on laisse reposer une heure avant de laver donc هنا الماسك يا اما نستعملو الويل دارغان ولكن نحبو نستعملو البور رويال on peut le faire aussi نجمو نستعملوها زادا en massage pour les cernes عندنا اون كاب مساج توا ان شاء الله كي تهبط الكبسول تشوفوها ديريكت كيفاش نستعملوها بور لي سيرن جو في باسي مينتونون للبوم على ليفغ دونك كيف نقولو بوم على ليفغ نقولو ليفغ روج خاطر اون ابليك لا بوم على ليفغ سور لي ليفغ روج ليفغ روج والا فيرميون الميزه نتاع ليفغ روج الفرق
بينها وما بين لابو العاديه اللي هي ليبيتيليوم نتاعها اللي تخيفة، دونك التيسو اللي تخيفة ويزيد ما في حتى غده نتاع عرق وما في حتى غده نتاع زيت، معناتها لي ليفغ نتاعنا بحاجه كونتينيوالمون للتغذيه وللترطيب اكثر من اي جزء اخر في الكور نتاعنا. دونك لي ليفغ ما فيهمش لو فيلم هيدروليبيديك، لا فيهم العرق لا زيت، دونك يحتاجوا للبروتكسيون من الفخوا من السولي من كل شيء. دونك اون ا بيزوان توجور دافوار سور نو نوتر بوم ا ليفغ. البوم ا ليفغ أغذية يتميز بكونه هومي فام سون كولوران دو سانتيز، ما فيه حتى ديريفي بيتروشيميك، دونك ما فيش البارافين ما فيش البازلين. الفورمول نتاعو ايبو اليرجيزون، دونك تمشي للبو تري سنسيبل، ما فيش البارابين. لو كونسيرفاتور اللي مستعملينه في البوم اليفغ سي ان كوبل دو كونسيرفاتور توليري اون بيو بار كوسموس، اللي هو ليتيل اكزيل جليسيرين بلس لو فينوكسي ايثانول. نوتر بوم اليفغ اي سوبر هيدراتون اي سوبر نوريسون، متكون من 6 زيوت نباتيه، من البر دو كاريتي ومن 3 سير فيجيتال زيدا. دونك شوفوا لا كومبوزيسيون نتاعو لي برينسيپو انغريديون اللي هما دون لوردر دي كرواسون. نبداو بالجلد الالوي فيرا، زيت اللوز، ويل داموند دوز، ويل دو جوجوبا اللي هي تشبه الكومبوزيسيون نتاعها للسيبوم هومان للزيت نتاع الانسان، وتسهل l'étalement du baume à lèvres. Fils zéda zoubde tchia, fils cire de candelilla, fils chmar nhal, fils zit rouz, fils chmar rouz, fils notre huile d'argan biologique, fils zit cloub tmatum, c'est une huile antioxydante très précieuse et très rare, ou fils zéda le dérivé de la vitamine E. Donc c'est une composition très riche et très naturelle. الاستعمال يكون على الأقل 3 مرات في النهار، سورتو أبخي لو بروساج دي دون، خاطر الدونتيفريس يشيح شوية لي ليفغ. دونك نستعملوه مرة في الصباح ومرة في القايلة ومرة في الليل، إذا كان لي ليفغ نتاعنا عاديين. إذا كان لي ليفغ نتاعنا أبيمي، كل ما نحسو ألي لي ليفغ تيغاي يجبدو نستعملو البوم على ليفغ نتاعنا. كيما نجمو زادا نستعملوه كوم باس افون لابليكاسيون دو روج ا ليفغ. دونك كيما تعرفوا الروج ا ليفغ سورتو وقت اللي يبدا مات ينجم يشيح شويه لي ليفغ، دونك اون ا بوزوان دابليكي نوتر بوم ا ليفغ افون لو روج ا ليفغ. بوغ لي ليفغ جيرزي اللي فيهم قشور، ماذا بينا ما نحطوش طول البوم ا ليفغ، لازم نعملو ان غوماج. الغوماج هذايا يكون اول ايتاب باش نحطو البوم ا ليفغ ونزيدوها السكر. Puis on va gommer par le doigt, je n'ai pas les peaux mortes par les doigts, ou bad, narslu, on a ou d'un hotou le baume à lèvres, hakek, narslu à la des lèvres, hydraté et nourri. Oui, qu'on ou que le kchour, t'nahaou, mahouch, mansou, je n'ai pas ou ma kek abidina, ils m'na, n'amlu un gommage spécial pour les lèvres. واخر نصيحه ماذا بينا ما عادش اون باس لا لونغ سور لي ليفغ، راهو سا نو في كو ديسيشي لي ليفغ، يزيد يشيح اكثر منه يرطب، ماهيش وسيله نتاع ترطيب بور لي ليفغ. جو فو رميرسي بور فوتر اتونسيون اي اون فو ليس مينتنون لا بارول بور فو ريبوندر ا فو كيستيون. ميرسي. On vous répond à vos questions.
Oui, مانيش نشوف. نجيت بن عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم وشكرا على الانفورماسيون اللي راكم تقوموا بها. ميرسي. ما خلطتش في الاول، اما الحمد لله اني خلطت عليكم. حبيت نسأل على الناس قالوا تتوجه للأوليفيرا ومثل الأرضات تقدموا مع بعضهم انا بون نسيت ما قلتش لي كاستيون راهم باش يكونوا يخصوا لي 3 برودوي هذوما بور سيت فورماسيون تيماتيك. اذا فما كاستيون على ان اوتر برودوي ان شاء الله باش تكون دورون لا فورماسيون جينيريك اللي باش نعملوها فان دو موا اوت. كل شهر عندنا اون فورماسيون جينيريك راه دونك كاين فما كاستيون تخص ان اوتر برودوي ان شاء الله في الفورماسيون جينيريك باش نعطيو الفرصه اللي مش يسالوا على لي برودوي هذوما. L'huile d'argan, le beurre royal et le baume à lèvres. Les 3 produits Hevuma. زوز مع بعضهم تخلطهم جيل الوي فيرا افيك افيك لويل دارغون نجمو نخلطوهم. نجمو بالطبيعه نجمو نخلطوهم. اي نجمو نخلطوهم. Mais chaud, les cheveux sont un peu gras, mais les cheveux sont secs, il y a un char cher, il faut que l'huile d'argan à cahaw. Hatta kent habat hot chouaïa, gel d'aloe vera chouaïa, mat kafarch, ou mat bech bi. Ivek khatri chayah chouaïa chab. ينجم يشيح كل بون كل شعر كيفاش معناتها كيفاش يلفي اون ريبونس، مي هو بصفه عامه يمشي اكثر للبو غراس لو جيل دالوي فيرا. شكرا بارك الله فيك. ما غير مزيه نتعدي وال حنان يا هي حنان حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. نسمع ميرسي على المعلومات، يعطيك الصحة. حبيت نسقسي على البير رويال، قلتي تنحي لي فيرجيتور بلونش، فتح لي فيرجيتور بلونش شحال المدة تاعهم؟ باش انت تستعملها دو فوا شحال القدم ولا جدد ولا القدم معناتها هما ديجا كيوليو بيض معناتها قدام قدامو ديجا كيوليو بيض دونك هي في كل الحالات باش تفتح لهم الكولور نتاعهم باش يولي اللون نتاعهم قريب شويه للكولور العاديه. استعمال هكاك تم نتاع مينيموم اون فوا بار جور
deux fois, l'idéal deux fois par jour, un massage anti-vergeture, l'idéal. Ou toi, le toi, من اون سيمين فما فوق تبدا تحس بالنتيجه نتاع الريزلتا. داكوغ. فما سؤال اخر؟ هذوك فما سؤال اخر؟ سي بون هذا نتعدي والاسماء وسلاتي. صاي هذا برك. داكوغ. اسماء وسلاتي. أسمى وسلاتي فدوى مروان. فدوى مروان عسلم عسلم حاضر حاضر شاقرون نسمع انا وفادوا مرتي هكا. اه داكوغ مرحبا وبيك عايشك. ميرسي بوكو يعطيك الصحه على الفورماسيون على ليزانفورماسيون تري بريسيوز اللي عطيتهم لنا. ميرسي. بون عندي كيستيون بارابور للبور رويال. ايوا اسكو البور رويال بون مش على ديزيدراتاسيون دو بو مي جاتني كيستيون من دو لابار دون كليونت اسكو تنحي لي سرن ولا البوغ رويال تعاون تنقص ديجا فما كبسول باش تتعمل باش تشوفوها كيفاش نستعملوها بوغ باش نحسنوا ليتا دي سير دونك تحسن تعاون بالباهي افيك ان مساج في صنص معين ما نحبش نحرق المراحل نتاع الكبسول تعاون وي تعاون بالباهي يعني لسير. داكور ميرسي بوكو عايشك. بادوكوا بادوكوا bonne nuit. Bonne nuit. نتعدى ال فاطمة يحيوي. فاطمة يحيوي وعليكم السلام. مساء الخير. مساء الخير. ميرسي يعطيك الصحة كوتش على لي زانفورماسيون. هزينا بزاف دي زانفورماسيون على لي تخوا برودوي اللي حطيتيهم. حبيت نستفسر برك على واحد الامر واقي الشمس باغ اكزومبل واش نقدروا نعوضوه في فصل الشتاء والخريف مام لابو تعود مزيته تولي ناشفه واش نقدروا نعوضوا واقي الشمس في هذو الزوج فصول. به احنا توا الفورماسيون تاعنا يخص لي تخوا برودوي هذوما، مي انا باش نجاوبك بالنسبه لواقي الشمس نستعملوه الفصول كلها. جست نجاوبك معناتها باقتضاب الفصول الكل. فماش فصل نستعملو فيه. ما نجموش نعوضوه بحد شيء. ما نجموش نعوضوه افيك اون كريم ولا افيك معناتها واقي الشمس نستعملوه في الفصول الكل. البيغ رويال نجمو نعملوها في الشتاء. البيغ رويال اذا كان بعد المغرب باش نخرجوا بعد المغرب ونحب وحنا نجمو نحطوه في الوجه البيغ رويال ولا في الكور في الظوافر في الشعر في كل شيء. اما راهي تمشي اكثر البوساج اذا كان مش تحطها في الوجه. هي بالنسبه للي زوتر تيب دو بو تمشي في دي زون معينين مثلا واحد عنده دي زون سيش والا في البو ميكس اذا كان عندك دي زون سيش والا اذا كان توت لا بو الي سيش وقتها تولي تجم تعمل اون كور دو بوغ رويال كل ليله تحط وقتها البوغ رويال. ما هي تمشي تحط في الليل ما تحطش في البوندون في لا جورني. تنجم تحطها بوندون لا جورني لكن تخلي البوم تاعك تمتصها وكي تجي مش تخرج تزيد فوق واقي الشمس خاطر ما تحميش من الشمس. ما اذا كانت تحب تحطها وما تزيدش واقي الشمس وقتها تحطها في المغرب احنا ما نقولوش في الليل يعني بعد غروب الشمس في دارك الدور تحطها وعادي. داكور يعطيك الصحة. نتعدي وال
أرفيا 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 ألو ألو مرحبا شكرا السلام عليكم أختك من الجزائر مرحبا شكرا على كل المعلومات اللي تقدمي فيها حبيت نسقسيك برك على الشيب تاع الشعر باش ننصح شامبو ولا ماسك ولا شعر شايب انا في الفورماسيون هذه نجاوب كان على لي 3 برودوي هذوما الميل دارغون ينجم يعاون شويه بوسكو عنده ان افي انتي اج على الشعر بوسكو نجمو نحطوه في الشعر دونك ينجم يعاون كوم خاصه كي نعملوا به مساج للكوير شوفولو منه ينقص التياح نتاع الشعر منه ينجم ياخر ظهور الشعر الابيض شكرا ميرسي وسمحي لي شكرا به نتعدي وال يمينة تيجري يمينة الو الو مرحبا كراكي هايا انا امينة من الجزائر مرحبا شوفي هذا وين عرفت نشغل الصوت ما كنت نسمع والو قلت لك يا تقولي لنا على البرود حاضر نسمع فيك خلاص هكا يا أرضية زعما حابين التدخل تاعك أرضية نحسين لهم بلا فما ميكرو محمد فما ميكرو محلول مازال محلول يمينة تيجري يمينة واحدة تحكي على الربح تاعها ما حنضر معاها ورجع وجهك شوف من اول تستعمل ولا يمينة نتعدي والخالد من الجزائر يمينة ما نجمناش نسمعوا المداخلة نتاعها ما نعرفش علاش نتعدي والخالد من خالد الجي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك مدام على الفورماسيون هذه لا شكرا على واجب حبيت نسقسيك برك على زيت الارغان وكاين الناس اللي عندهم فراغات في الشعر اسكو يعاود يقدر ينبت الشعر هذاك اللي طاح ولا ما يعوضوش زعما يقدر ما نجمش نعطيك اجابه هل يقدر ينبت حاجه طايحه مي اللي جو لو كونفيرم انه البريفيان ينقص الطيح نتاع الشعر يعني الشعر اللي مش يطيح في الجديد ينقص يقدر ينبت انت والاسباب اذا كان الشعر اللي طايح شنو ما الاسباب اللي وراه سا ديبون اذا كان وراه ستريس مثلا اذا كان ستريس هكا فماش مرض معناتها اذا كان ما فماش وراثه اذا كان فما اسباب وراثيه هو ينقص شويه يعاون لكن لازم باش يصير تيح في حالات الوراثه اما ينقص الكميه اللي تيح واذا كان طايح من ستريس لي مساج سيركولير افيك لويل دارغان ينقصوا بالباهي في الحاله نتاع ستريس في حاله امراض اخرى والا الوراثه ما ينجم يحسن الوضع كهو دونك مش يعاود ينبت شعر اللي طاح ديجا خاصة إذا كان فما سبب وراثي اللي خليته هو يتيح جاوبتك صافا ألو سكر الميكرو محمد الميكرو مسكر نتاع خالد
هذا في الكلور راني ما حبش نكتب في معناها هو عاود حلط اول الكلور خديجة هلالي خديجة هلالي السلام عليكم وعليكم السلام واش راكي الحبيبة كي مليحة معك خديجة عايشة ميرسي معك خديجة من تنيت الحد ولاية سمسية الجزائر مرحبا عجبتني بزاف بريزونطاسيون تاعك يعطيك الصحة ميرسي ميرسي عايشك ميرسي والله رانا نتعلموا رانا نتعلموا ما شاء الله ربي يخليك ميرسي بوكو عايشك بالنسبة للأسئلة تاعي قلت لك راني حابة نسقسي على زيت الأرغان وشنو هو الفرق نتاعو ما بين زيت الأرغان وما بين بديل الزيت زعما باش تنصحيني الأحسن للشعر المتضرر اكزاكتومون سؤال تري انتيليجون السؤالات اللي توقعتها من المحالة أكيد بديل الزيت هو به اسمه بديل الزيت شنعوضوا به الزيت نستعملوه الكونسيستانس نتاعو اللي ليجير خفيف فيه زيت الأرغان يعني من المكونات نتاعو فيه زيت اللوز فيه زيت الأرغان لكن فيه مواد أخرى تخليه أخف من الزيت وتخليه يمشي للشعر الدهني أخطاب فوالا دونك اذا كان الشعر دهني ومتضرر في نفس الوقت يعني لي بوينت مطرشقين لكنه دهني ما تنجمش تحط فيه زيت الارغان زيت الارغان تنجمش تستعمله على شعر دهني لكن احيانا يكون دهني ومتضرر وقتها بدون يعني طول باش نمشيو البديل الزيت نغمضوا عينينا نمشيو طول فهمت اذا كان الشعر زيت مختلط يعني مش دهني برشا نفضلوا نمشيو البديل الزيت وإذا كان الشعر جاف طول باش نمشيو لزيت الأرغان لا هذه صحيتي هذا سؤالي الأول وشوفي المنتج تاع البوم ليفغ ما كانش مش متواجد في الجزائر وقتاش زعما متواجد ان شاء الله والله ما نجيش نعطيك الإجابة ما ان شاء الله مشي توجد فما برنامج انه مشي توجد في الجزائر نتمنوا يتواجدوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه حنونه ربي يخليك ميرسي بوكو باش نتعديو السؤال اخر اسمر وسلاتي أسمى وسلاتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايشك ميرسي بوكو مدام على الفورماسيون بارك الله فيك وأفتنا برشا بارك الله فيك أنا عندي زوز أسئلة السؤال الأول هو كيفية استعمال بور دو كاريتي على الشعر كيفاش نستعمل لو بور رويال اي سامحني بور رويال سامحني هو في 70% بور دو كاريتي اي سامحني فوالا دونك سيت بور رويال والسؤال الثاني لويل دارغون انا نستعملو على وجهي اما ما نعرفش الكونتيتي معناتها اسكو نستعمل برشا شويه دي غوت كيفاش نستعملو بالضبط باهي انت والبوم تاعك البوم تاعك شنيا غراس ميكس تاعش ميكس انا ميكست فوالا دونك الحاله هذيا الويل دارغون تنجم تحطو كان سور لي زون سيش كي نقولو بو ميكست نقولو زون تي يعني عندك على جبينك خشمك بوتيتر لو مونطون سي هذيك الزون اللي تبدا غراس دونك ديما كي نقولو اون بو ميكست راهي فيها لا زون تي لا زون تي لو فران لو ني اي بارفوا اوسي لو مونطون دونك البارتي هذيك من غير ما تمسها بالويل دارغون سي با لا بي c'est pas la peine donc باش تخدم لي جو دونك تاخذ كونتيتي اون نوازيت لهنايا اون نوازيت صغيره لهنايا وتعمل لو ماساج سور لي جو وما تقربش برشا من لي سيغن جوست لهنايا تقف خاطر هكا ولا هكا ماشي تعدى بار فينومين دو كابيلاريتي خاطر لا بو ايسي لي تري تري في دونك ماشي تعدى دونك لازمك حد لهنايا تقف ولو ماساج يكون دو لانتيريور فير ليكستيريور دونك باش تخدم لي جو
par des massages circulaires et de l'intérieur vers l'extérieur. إذا كان البو سيج وقتها توت لا بو. وإذا كان غراس، إذا كان لا بو غراس نجمو ما نستعملوش الويل دارغون pour la peau grasse là. On peut ne pas utiliser l'huile d'argan. وإلا ما رافي قديش خاطر عنده دي زيفي أنتي آج، نجمو شوية ما رافي قديش نحطو خاطر عنده إيفي أنتي آج. لا. بالنسبة للبوغ رويال، السؤال نتاع البوغ رويال، البوغ رويال كيما الويل دارغون، تنجم يا إما تعمل بها أن ماس وإلا تعمل بها أن مساج بور لو كوير شوفولو. إذا كان تحب أن مساج بور لو كوير شوفولو، تاخو عينك ميزانك كل واحد قداش لو كوير شوفولو نتاعو، افيك دي موفمون سيركولير، تاخو أون كونتيتي ذوبها في يدك، وتعمل افيك دي موفمون سيركولير للكوير شوفولو. إذا كان مش تركز على الشعر، إذا كان تحب تركز على الشعر، وقتها مش تاخو بالسبلة بالسبلة من الغسين للتيش حتى للبوانت ماش بار ماش، وتعمل ان ماسك وتلف شعرك اون اور بعديك تغسلو. هذه اذا كان الشعر الي سيكا. ديجا قلتها في الفيش تكنيك تاع البوغ رويال نستعملوها للشعر الجاف سيك. نجمو نستعملوها للشعر الكرا اذا كان مش نحطو جوست في لي بوانت، اذا كان البوانت شايحين خاطر فما شعر يبدا جرا دام الفوق بعد يولي ساك من اللوطة، وقتها نجمو نحطو كين في لي بوان. فوالا اوكي ميرسي بوكو، ميرسي مدام. با دو كوا، با دو كوا، بارك الله فيك، يعيشك. سلمى طياشي، سلمى طياشي، عسلامة مدام هناء، عسلامة طول جروب أغذية، يعطيكم الصحة ديما فما الإضافة ديما فما المعلومات القيمة، ميرسي بوكو. Donc, juste la question de le partenaire les Kablihea qui a provoqué ma question. En cas où elle a un massage face, un massage de l'ouïe, mais pas manuel. Par exemple, il y a un masseur vibreur, il y a un irdom. Dans ce cas-là, il est préférable de faire le massage de l'ouïe, ou elle a un hot le beurre, ou elle a un hot le zit, sachant que j'ai la peau grasse. عندك لابو غاس باه ان مساج نجم البوغ نو خاطر البوغ رويال راهي سورتو بوغ تو سكي سيك معناتها نجم نخدمو بالكريم بالكريم ايدغاتون كريم دو جور والا الكريم دو نوي تنجم تخدم بالكريم دو جور ولا الكريم دو نوي تو بو تو بو وإلا تحط شوية ويل دارغان مش برشا une toute petite quantité ويل دارغان خاطر جي بور كي وقت اللي يكون حتى إذا كان وجهي شيء خاطر أنا ديما جو لو في معناها بعد النتواياج باللوميسلير دونك التزييت تاع الوجه تتنحى دونك جي بور وقت اللي نقد بلاش حاجة ويلوز جي بور كو تصير ديلاتاسيون للوجه هذاك معناها نلقى روحي في لو كونتخي في فهمت C'est pour cela habit nas el ana howa li ahsan pour le cas تاعي انا باه انا ننصحك بالكريم اكثر حتى من الويل دارغون باسكو عندك اون بو كي غراس كاينك في الليل كريم دو نوي كاينك في النهار نوتر كريم دو جو فوالا داكور ميرسي بوكو يعطيك الصحه مدام ميرسي دونك نتعديو Sarah 29. Salam, madame. Wa alaykoum salam. Labas. هذا وين هذا وين حكمت الكونيكسيون بغيت نسقسي على الزبده الملكيه وحده كليونت عندي بشره تاعها جافه بزاف دير لها في المشط دير لها كلك شهور ننصحها بالزبده الملكيه اكيد 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 اي كل ليله في الليل اون كور اون كور دو ان موا في الليل تنجم تستعملها لمده شهر خطره في النهار في النهار زيد تنجم تستعملها مي احنا خلينا نقولوا في الليل خاطر في النهار كي مش تستعملها راهي مش تحط بعد فوقها ليكرون سولير قبل ما تخرج دوك هي بحكم مش تستعملها مره الافضل تستعملها في الليل
ايه ما ديرهاش وتخرج لسه مش لا لا احنا كان مضطره باش تستعملها في النهار تستعملها وبعد بدرج 5 دقائق حتى اكثر شويه تحط لك كرون سولير فوق. ايه صح. واذا كان في الليل تستعملها في الليل كل ليله هو ديجا سكي ريباراسيون تصير اكثر في الليل معناتها اللي فيه نتاعها باش يكون اقوى في الليل كي مش تستعملها في الليل خاطر تسكي اصلاح للوجه وتسكي ريباراسيون وفي حتى انتي اج وكل شيء يقوى في الليل. ومليحه ثاني الهالات السوداء مليحه الزبده الملكيه تعاون اي تعاون ما هما فيهم انواع فما الهالات اللي تلقاهم ملونين معناتها كولور من عند ربي هيبر بيغمونتي هذوكم ما يفتحوش هذوكم ما يفتحوش لا بالزبده الملكيه ولا غيره هذوكم وراثي تلقاهم بنيين معناتها هذوكم يلزمهم حاجه اللي تفتح حاجه انتي تاش تفتحهم باش يتيحوا شويه مش برشا اما اللي ساخن اللي جايين من صعوبه في الدوره الدمويه هذوكم اللي يتصلحوا بالبغويان لي ساخن تلقاهم مستزرقين شويه والا لي بوش تلقاهم منفوخين شويه هذوكم ينجموا يتحسنوا بالبغويان فوالا صح بارك الله فيك ما غير مزيه باش نتعدي والمنصف بن عليا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك مدام أنا حبيت نسأل على الويل دارغون فما يعني أن كليون ما تسألني هو يعاني من تساقط متواصل الرجل ما هو يعاني من تساقط متواصل ما تعني الشعر بتاعه يعني مش ولي عنده صلع رغم اللي شعره ما تكلم بس عليه وقول لكم مش ولي عنده صلع يعني يسأل هل أنه ويل دارغون ما تنجم ينفع الحكاية دي نجم يعاونه ما تعني الحد من التساقط متواصل الشعر كذلك فما شكون زاد يعني اللي شعره ديما يعني يبدأ تزيد يعني خاصة طويلة في الصيف يعني يدوش هيك كوليكا ويمشي شوية في الشمس شعره يولي زيد ما يمسه يعني يترك كيفاش يبدأ ويبدأ هكا واقف شوية نجمش ما ترويل ترقون يعني يعاونه وإذا كان ممكن طريقة الاستعمال كيفاش ماذا يعني في الحالة نظم الاثنين نجاوبك بالنسبة للي شعره مزيت ليه ما تنصحوش بالويل دارغون اللي شعره مزيت ننصحوه بالجيل دالوي ذيحة بالنسبه للي عنده تساقط في الشعر جلد الوفيرا هذيك التيب الاخضر اي اي هذيك اللي يعدل الزيت وينقص ينقص الزيت معناتها هذيك كيفاش يستعملوا معناتها في النقطه هذيك كيفاش يحط يعمل يعني يعمل كل ماسك لشعره ويخلي ساعه ويعمل ماسك مرتين في الاسبوع على الاقل بل ما يدوش إذا كان مش يغسل شعره 3 مرات في الأسبوع يعمل ماسك 3 مرات في الأسبوع ويخليه في شعره ساعة يعمل دي موفمون سيركولير ويخليه ساعة بعد يغسل هذيك يعدل له الزيت ينقص له الزيت أما الويل دارغون في الحالة هذه لا بالنسبة اللي عنده تساقط في شعر شنو ما الأسباب متاع التساقط؟ اسكو عنده في العائله وراثه اسكو ينجم يكون الحديد ناقص حديد ناقص فير اذا كان عنده الفير طايح اكيد مش يصير له تساقط في شعره وقتها حتى الويل دارغون ينجم يعمل حتى شيء يلزمنا نعدلوا الفير الساعه نشوفوا السبب اذا كان التساقط جاي من ستريس ينجم الويل دارغون يعاون اما اذا كان التساقط جاي مثلا عنده الحديد ناقص يلزمو يعمل تحليل الساعة يتأكد اسكو عنده ساعات لا فيتامين بي 12 زاده كي تنقص تسبب تساقط الشعر والا الحديد ولا اسكو فما عوامل وراثيه وقتها لو برودوي ما ينجمش يعاون وحده لازمنا نصلحوا لو فاكتور اذا كان العامل يتصلح بالطبيعه يعني في الكاري لازم يشوف طبيب قبل لازم يعمل تحليل يشوف طبيب قبل ما يشوف السبب منين يشوف إذا عنده وراثة الساعة أول سؤال مش يسأله الروح عنده شي وراثة أبوه أصلع ولا لا والله لا اللي نعرفه أبوه أصلع خوه لا خوه لا يعني مش كلهم ممكن يقولوا وراثة مثلا أبوه أصلع لكن خوه لا كيف يبدأ exactement كيف يبدا البو اصلع مش بالضروره لوليد الكل يطلعوا هكيكا ما معناتها فما العامل الوراثي هذه موجود العامل الوراثي موجود يزيد يشوف إذا كان فما شي عنده شي زاد يعمل تحليل خاطر ينجم يكون فما عوامل أخرى مع العامل الوراثي وفي كل الحالات مساج
اذا كان شعره ماهوش مزيف لو مساج افيك لويل دارغون الى اكتيف لا سيركولاسيون سانغين ويقوي الشعره ويخشن الشعره ويحسن الكاليتي نتاع الشعره وينقص مطيح. في كل حالات مش يعاون، اما ديما لازمنا نعرفوا السبب باش ما نطلبوش ان ريزولتا ميراكل، ما نطلبوش حل معجزه معناتها نقولوا لا لا حرمي بركك ما تعملهاش. ميرسي. باش نتعدى نادي العفاس، نادي عسلامة مرحبا بيك. عسلامة مرحبا بيك. كونيكسيون مانيش نسمع فيك قصة ابارامون. الشعر والظوافر ولا فما انديكاسيون معينه للي ديزودوريزي؟ فهمت؟ ما سمعتش، تعاود لي السؤال خاطر قصت لا كونيكسيون. قلت شنو الفرق بين الويل دارغون بارفيمي والويل دارغون ديزودوريزي؟ فهمت؟ اسكو نفس الاستعمال للبشره والشعر والظوافر والا نخليه للبشره الويل دارغون البيو والشعر ديزودوريزي مثلا؟ احنا ما عندناش ويل دارغون ديزودوريزي، احنا عندنا ويل دارغون فييرج بروميير بريسيون افخوا كيما هو بالريحه العاديه نتاعو غوت. وثم الويل دارغون اللي اضفني له ان بارفان ناتوريل جوست خاطر فما اللي تحب تشم ريحه هكا تقول لك ماذا بيا كان نشم ريحه فايحه ولا نشم حاجه، فهمت؟ اما اللي عندنا اني با ديزودوريزي. فما اون ويل دارغون ينحيوا لها الريحه نتاعها ويعملوا لها تريتمون كيميك واما احنا سي اون ويل دارغون بروت فييرج بروميير بريسيون افخوا، دونك الريحه العاديه الطبيعيه نتاعها. الاستعمالات هما بيدهم نفس الاستعمالات جوست الاخرى زايده ان بارفان ناتوريل سي تو. صار زايده مش محيينها لي 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 واحدة كيما هي ويل كيما هي بروش عادية مع الصورة كيما هي واحدة بلوس ان بارفان خاطر فما شكون يحب يشم اون اودور. شكرا هذوك فما شيحي شيحي وي عسلامة. عسلامة ميرسي بور لا فورماسيون. دو كوا عايشك. حبيت نسأل على الزبدة الملكية على وحاشي بحاجة تدعى على سؤال آخر على الويل دارغون. بالنسبة للزبدة الملكية عندي صاحبتي شعرها طايح اسكو وهي شعرها دهني، اسكو تنجم تستعملها ولا لا؟ لا لا لا. وبالنسبه فما شكون نعطاها اللي جرب معناها الزبده الملكيه كي يعملها في حواجب والكل تغزر معناها الحاجب، صحيح ولا لا؟ اي تنجم يكون عندها، علاش خاطر هي فيها الويل دارغون وفيها جلد الوي فيرا اللي معروفين اللي في نتاعهم على الشعر، والبغ دو كاريتي يعطي يعني لقى ويغذي، دونك هذوما الكل مجموعين اكيد مش يغزروا، نجم يغزروا الحاجب اكيد. باهي. وبالنسبه انا بنتي شعرها مليان معناها مي شوفو سيك، هي اسكو انا كي باش نعمل لها لابليكاسيون نتاع الزبده الملكيه نعمل لها في معناها في الراسين حتى لي بوينت ولا نبعد نخليها في لي بوينت ونخلي معناها بعيد على الراسينه؟ هي بنتك شعرها جاف اي فيها كم جعد والكل ومليان معناها ما نحبش زيد ما نحبوش يغزير اكثر معناها مليان شعرها. اسكو كي نستعمل لها الزبده الملكيه من الراسين للي بوينت يزيد في غزاره الشعر ولا لا؟ مش بالضروره الغزاره هذيك نعملوا لي مساج في الكوير شوفولو، معناتها ما كي تعمل لو ماسك جوست انت تيج هي اللي مش تمسها الغاسين ديجا لداخل هي.
اما كي تعمل ان مساج باش تدخل الزبده الملكيه للكوير شوفلو وقتها تعاون في الايفي اونتي شوت والويل داردون يعاون اكثر في الايفي اونتي شوت حتى اكثر من الزبده الملكيه. الزبده الملكيه توسكي شوفو سيك شوفو ابيمي فهمت دونك انت مش تعمل لها ان ماسك معناتها من من الغسيل بون اون بارتي هي الغسيل داخل المحل تيج سور لا تيج ولا لي بوينت سي تا ماسك يمشي معاها بالبيب الباهي مادام مش عارها شيح يستحق معناها هو فوالا يستحق بالبيه بالبيه زبده الملكيه تمشي معاه بالبيه نجم نخلط لها معناها انا الزبده الملكيه والويل دارغون ولا سيبا لابين نستعملها هي وحدها وحدها كيف هي ديجا فيها الويل دارغون كيف فيها نجم الوفيرا ما نزيدش معناها فيها كل شيء فيها الجل دالويفيرا وفيها الويل دارغون وفيها كل شيء نزيد حتى شيء باي انا كيف ما استيوس ما فهمتوش يخلطوا معناها الويل دارغون مع الجيل الوفيرا هذيك زاد باش يرطب الشعره ويردها هذيك سورتو بور لي شوت دي شوز يخلطوا مع بعضهم سورتو ايفي اونتي شوت انت ينقص من تيح الشعر فور اكزامبل هذه اللي شعرها دهني وطايح هو من غير ما معناها تبعد على الزبده الملكيه وتنجم تعمل جيل الوفيرا والويل دارغون هكا تنجم تعمل الجيل دالوفيرا وحده كيما تنجم تزيدوا شويه ويل دارغون مش برشا خاطر شعرها دهني. وبالنسبه للتجاعيد عندي كليون يسال على على الويل دارغون كيفاش يعمل في عنده هو البوسيش نتاع وجهه يحب على عنده مشكله ديما عنده اللي يريد والكل كيفاش لي زاستيف اللي يستعملهم بالويل دارغون ولا بالجيل الوفيرا شنو ينقصله معناها هو ماخذ الكريم دونوي ولا هو اذا كان البوم تاعو الي ساش ينجم بتبيع الكريم دونوي هذيك اش يعملها كل ليله ما ينجم قبل الكريم دونوي بساعه ولا بساعتين يعمل ان مساج حتى ليله بعد ليله بالويل دارغون كيما وريتكم في الفورماسيون دو لانتيريور فيغ ليكستيريور على الوجه الكلي كيبدا دو لانتيريور فيغ ليكستيريور ويبعد على الزون دي سيرن معناتها جوست لهنا كها ما يدخلش برشا في الزون دي سير يعمل ليله بعد ليله والا حتى كل ليله يبو لو فير وبعده بساعه ولا بساعه ونص هذيك يحط الكريم دو نوي وقتها ليفي انتي ريد مش يولي اقوى مش يقوى سينرجي باش تصير ما بين الويل دارغون والكريم دو نوي والصباح شنو يعمل كريم دو جوغ كهاو ينجم يعمل كريم ميراكل خاطرها الهيدرات لابو ولا الكريم ميراكل بور لابو سو ني با بور لو فيزاج في الصباح ينجم فما اون كريم اوم كريم بور لي زون موجوده في هي الكريم اوم ساي ولا مازال لا يظهر لي لا دونك كريم دو جوغ العاديه معناها لو طون لي فوالا الكريم دو جوغ العاديه ويزيد فوقها ليكرون سولير وراهم التجاعيد يجيو زاده من الشمس دونك يلزموا الحمايه في النهار مش هو يصلح في الليل وفي النهار ما يحطش ليكرون سولير وبعد يقول لي في ما ماهوش قوي معناتها اللي فيه متوسط لا يلزموا يحمي في الليل يزمو يصلح في الليل بلوتو لا ريباراسيون تصير سورتو في الليل اي يل بروتيج في الصباح هكاك التجاعيد يمشي ويوليو سوبرفيسيال حتى كان عنده حاجه بروفوند تولي سوبرفيسيال وما يطلعولوش تجاعيد جدد فوالا بالنسبه للبوسيش اللي بار اكزومبل فماك لي ريد اللي هما يبداو معناها هكا في الكونتور دي زيو معناها فوق لي جو الكل هذوكم يعملوا لهم الويل دارغون معناها بورتو سورتو انس يعملوا لهم الويل دارغون ولا ينجم يحط هنا شويه لهنا الويل دارغون اما لهنا الزون دي سيرن ما يمسهاش بالزيت هذه لازم هنا ينجم شويه الزون هذه شويه كونتيتي صغيره و دو لانتيريور فيغ ليكستيريور ديما يخرج لبرا معناتها المساج ديما دو لانتيريور فيغ ليكستيريور ربي سامحني طولت عليك اوتر كيسيون عندي شكون عندها حساسيه يمكن العين تحت الحواجب هذيك ديما حساسيه ممكن معناها نوع نتاع اكزيما مش عارفه تستعملها البردو كاريتي تصورها الافيكاس البغويال
ماذا بيها احنا ديما البارتي هذيا ماذا بينا نبعدوا عليها حتى كان باش تحط كونتيتي صغيره خاطر عندها ان بروبليم هي بالذات دونك ال دو لابيزي البغ رويال عندها ان في ابيزون قوي على خاطر فيها لو جيل دالوي فيغا وفيها البغ دو كاريتي واللي هما لي دو عندهم لا بروبريتي ابيزونت يعني تجمعهم الزوج دونك تنجم ماذا بيها تحط كونتيتي صغيره خاطر راهي البارتي هذيا تتعبى في ساعه تتنفخ في ساعه معناتها هيل ابسورب ما تكثرش تحط كونتيتي جوست بور ان ايفي ابيزون سي تو حتى كيما نقولوا حاجه ابين بالتراتش الدواء ان شاء الله نكون جاوبتك اون فا باسي السؤال اخر نتعديو ريان ريان الو وي السلام عليكم وعليكم السلام تفضل جيسبر كو فوز علي بيان اي تو عند اون كيسيون كونسيرنون ان فيت لا شوت دي شفو كونسيرنون لويل دارغان une cliente qui a une c'est ce qu'elle dit d'ailleurs qui a une chute de cheveux énorme يعني énorme انا j'ai pas vu mais il y a des parce qu'elle porte le voile elle est voilée mais c'est ce qu'elle dit que elle est énorme ou elle m'a demandé est-ce que c'est efficace en fait l'huile d'argan concernant le fait de masser comme elle est partie les lifernines et tout avec l'huile d'argan est-ce que est-il efficace ou pas pour la chute بالنسبة للحالة هذه اللي عندها انشوت انورم تنجم تكون راهي ناقصة حديد خاطر انشوت بور لا فام المرأة بصفة عامة ما تقالهاش انشوت انورم بصفة عامة فما نقص تاع حديد راجل ينجم يكون وراثة خاطر عنده التستوستيرون طالعة الهرمون نتاع التستوستيرون تخلي شعر معناتها ينجم يتيح ويزيد عنده عامل الوراثة تاع الصلع المرأة ما تورثش الصلع معناتها ما تورثوش تنجم يجي شعرها خفيف مثلا حد في العائله شعره خفيف اما ما تورثش معناتها انه مش يتيح شوت انورم اذا وصلنا لشوت انورم ممكن ياسر يكون فما نقص في بعض معناتها يسمى ان بيلون مش بالضروره لو فيغ ينجم يكون حاجه اخرى دونك من الافضل هذه تعمل ان بيلون خاطر لي بور لي شوت هذوما الحل يعني فما سبب اخر باغ ماهيش شوت جايه من ستريس ولا جايه انها استعملت مواد نتاع مثلا شامبوان اغريسيف ولا هذه الشوت يلزمنا نصلحوا لاكوز وقتها الويل دارغون ما ينجمش يلقى الحل فوالا اوتر شوز سيل فو بلي كونسيرنون لوتيليزاسيون دو لويل دارغون On a droit de l'utiliser combien de fois par semaine, surtout pour des cheveux gras. Pour des cheveux gras, je me trompe qui me fait les pointes pour les cheveux gras. Oui, c'est le pour les cheveux gras, tu as fait les pointes. Ou généralement pour les cheveux gras, tu as mis l'oil replacement. Mais si tu as les pointes, tu as fait le temps de l'huile d'argan. الويل دارغون وقتها تنجم تولي تستعملو سوغ دي زون سيش اللي في بدنك خاطر اي انسان حتى كان عنده شوفو غرا عنده دي زون سيش ولا في الوجه بوغ لي زيفي اونتي ريد اللي عنده كي فما شكون يستعمل في الكريم دو مي لكن يحب يعاون افيك ان اوتر برودوي اونتي اج باش يزيد ينقص في لي ريد دونك ينجم يستعمل وقتها ويل دارغون ويزيد بعد ساعه ولا ساعه ونص الكريم دو نوي بالنسبه للشعر اذا كان الشعر غرا ما ننصحش بالويل دارغون داكور اي بور ان فيت بور كونسيرنون فوالا بور كونسيرنون لي فيرجيتور اي لي ريد ايتيل بوسيبل دوتيليزي لويل دارغون كومبيان دو فوا بار سيمين دو فوا pour les vergetures مرة فنها نستعمل انتي المساج ومن مستحسن يكون مرتي l'idéal pour les vergetures oui d'accord oui mardi d'accord ok merci au revoir فما شكون توا باش نجاوب على بعض السؤالات اللي في لي ديسكوسيون بالنسبه للشوت دي شوفو بطبيعه السبيرولين تعاون خاصه اذا كان الشوت جايه من المونك دو فيغ
خاطر السبيرولين هي ديجا ناخذوها كور ديجا فيها بوكو دو فير وتعاون معناتها كل شيء الظوافر الكاليتي نتاع الظوافر نتاع الشعر البول كل دونك نجمو نزيدو نستعملوها مع الويل دارغون اون سينيرجي هكاك كونتر لا شوت دي شوفو. بي فما شكون يحب يقول ان تيمونياج ما فهمتوش بالباهي كان عندها ابنها عنده صدفيه في راسه انت تحط لجيل الويفيرا ولا وتعمل لها مساج بالجيل بعديك تغسله بالصابون المعجزه صابون المعجزه يمشي للبدن ماهوش للراس ما عرفش كيفاش خصلت صابون المعجزه وتحصلت على نتيجه رائعه وي هو لو جيل دالوفيرا عنده ان افي انتي فونجيك دونك وان افي ابيزان دونك يمشي بالباهي بالنسبة فما كليون استعملت زبدة ملكية صارت لها حكة في وجهها الزبدة الملكية اللي 100% ناتوريل اللي فيها كونسيرفاتور اللي فيها تمشي حتى بور لي بيبي إذا صارت لها حكة راهي أوتوماتيكمون غامض عينيك سيت اون أليرجي على بوتيتخ لو جيل دالويفيرا هي فيها شوية جيل دالويفيرا بوتيتخ لو كاريتي زاد خاطر هي فيها هي لمحل الالرجي حتى كميه صغيره نجم تعمل الالرجي اذا كان واحد عنده حساسيه على ماده معينه فما الناس راهي الحكايه هذه لي فاميليار دون لونتوراج فاميليار في العائله مش بالضروره في العائله المصغره في العائله المكبره الحساسيات لي زالرجي كو سوسوا على دي انغريديون كوسميتيك ولا لي زالرجي اليمونتير راهي عائليه حتى اذا كان فما شكون في العائله عنده حساسيه على جلد الويفيرا هي تحط روحها ممكن تكون عندها زاده حساسيه وتجم تمشي الانالرجولوج طبيب ويطلع لها الحساسيه نتاعها بالضبط على شنو والماده هذيك يلزم عاش تستعملها بالكل كوسوسوا الرجي اليمونتير ولا الرجي كوزميتيك كان عندها حساسيه على حاجه كليتها ولا كومبليمون مكمل غذائي زاده فما شكون ينجم يكون عنده حساسيه على مكون على نوتريمون كيف بالنسبه للبرودوي كوزميتيك ما يلزمها تمشي للطبيب باش تعرف بالضبط ليليمون اللي عندها عليه حساسيه باش ما نتعودش تستعمل تجم حتى تستعمل كريم اخرى فيها حاجه من الحاجات اللي تعمل لها حساسيه دونك هنا بالكالي صارت لها الحكه راهي اوتوماتيكمون الرجي ما في حتى حاجه هي البغويال لي كونسيرفاتور لي بارفان لحتى معناتها اكيد الاكثريه مش تكون يا على الكاريتي يا على لالويفيرا هذه بالنسبه للحكه الويل دارغون نجمو نستعملوه بعد ما نغسلو شعرنا بالطبيعة إذا كان الشعر سيك على نظافة ديجا قلتها في الفيش تكنيك تنجم تحطو سوغ لي بوان كيما إذا كان الشعر سيك تنجم حتى تعديه حتى على التيج الكل متاع شعر وشعر نظيف إذا كان ولي تري سيك أما إذا كان ماهوش سيك ما نحطوش بعد معناتها شعر نظيف وحنا باش نحطو الزيت وهو ديجا مزيت لا faut-il utiliser l'huile et beurre de karité sur un cuir sur un cuir chevelu propre il vaut mieux l'utiliser sur un cuir chevelu propre بالطبيعه لانه قد ما يكون propre il va absorber mieux احنا اذا كان باش نحطو على كوير شوفلو
يعني احنا نحب ندخلوا لو برودوي للبو. اذا كان البو مسخه كيفاش لو برودوي باش يدخل؟ و il vaut mieux يكون propre. هذيك الايديال. فوالا. للشعر الخفيف جل الالوفيرا وزيت الارغان مفيد للشعر الخفيف اكيد. الزبده الملكيه وزيت الارغان موجودين في الجزائر. لو بوم عليه ان شاء الله يخلط عليهم. كيفيه استعمال زيت الارغان للرجال شعر جاف؟ كيما بنستعملوه للمراه نستعملوه للرجل بنفس الطريقه. هو ما دامو شعره جاف معناتها يقبل زيت الارغان. يا اما يعملوا اون مساج سيركولير سور لو كوير شوفلو ويخليه ساعه بعد يغسل، والا كان يحب مش يحسن الكاليتي نتاع الشعره يعمل ان ماسك، يعني جوست باش يدهن على الشعره. كيما ينجم يعمل الزوز، يعمل ان مساج كوير شوفلو اللي يخلي الفرين لا شوت دي شوفو، ويزيد يعمل ان ماسك لي دو معناتها اون ميم طون مساج كوير شوفلو اي ماسك زوز مع بعضهم. زاد ينجم إذا كان شعره جاف. مساج بوغ لي سيغ البوغ رويال فما اون كابسول باش تهبط، ما نحبش نحرق المراحل. بوغ لونجيستخومون لي زونجيستخومون ليكيب بزنس ديفلوبمنت هي اللي تتلهي باللي زونجيستخومون تبع فيلكم. ميرسي عبد المومن. نقدر نستعمل لا بالنسبة لي بيرسون ا انتوليرونس او غلوتين ما عندهاش دخل في البوماليف. البوماليف نتاعنا بون ما في حتى كومبوزون اللي عنده علاقة بالغلوتين، دونك سي بوسيبل. بون سؤال هذايا مش على لي برودوي هذوما. كريم ميراكل لترطيب البشره الزيتيه، الكريم ميراكل اللي تخي ليجير دونك تنجم ترطب البشره الزيتيه. بالنسبه للكونتيتي قداش تحط؟ راهو ما فماش كونتيتي معينه. البوغ رويال قداش الكونتيتي اللي باش نحطوها على الشعر؟ ما فماش كونتيتي معينه. انت وشعرك قداش مش يستحق؟ اذا كانوا شايح برشا راهو باش يشرب، اذا كانوا شايح شويه باش يشرب اقل. دونك ما فماش اون كونتيتي معينه. دونك فما شكون تسأل قالت عندها زبونة عملت ليماش تحرق لها شعرها، دونك نصحتها بشامبوان ضد التقصف وزيت الأرغان. وي زيت الأرغان يعاون برشا، وحتى البوغ رويال تنجم لي دو، خاصة إذا كان أبخي ليماش. واحدة عملت ليماش، ليماش يشيح الشعرة ويحرق الشعرة، نجمو نصلحوه بالويل دارغون وبالبوغ رويال، الزوز مع بعضهم يعاونوا. نجم مرة تستعمل هذه، مرة تستعمل الويل دارغون.
les deux. Pour les vergetures, استعمل البر رويال pour les vergetures en massage circulaire de bas vers le haut, de bas vers le haut. Donc dans le sens du retour veineux, في اتجاه عقارب الساعة. Donc وقت باش نعملوا le massage, الاتجاه مش يكون vers l'extérieur. Donc de bas vers le haut et vers l'extérieur, un massage circulaire في الكرش وفي البلايص اللي فيها les vergetures. دونك هكي وصلنا للنهاية متاع الفورماسيون تيماتيك. إن شاء الله يا ربي نكون جاوبتكم على الماكسيموم متاع الأسئلة متاعكم. مالوغوزمون مدام أسماء شرف الدين ما كانتش معانا, أن بروبليم تكنيك دو كونيكسيون. فوالا, إن شاء الله زيد البوماليفر تخلط للجزائر, ونقولكم بون سواري إي على بروشين. Merci.